كان نفسك في مين يجي في فرحك؟ هيفاء. هيفاء؟ هيفاء ايه يا عم؟ هيفاء واحد عروسة. وانت نفسك في مين؟ هيفاء برضه. انتوا متفقين مع اجيب لكم هيفاء منين؟ اقول لك حاجة، بص يا جماعة، انا هجيب لكم واحد عنده ثلاث مستشفيات، عنده مستشفى في 6 اكتوبر اسمها مستشفى الحظ، وعنده مستشفى في التجمع الخامس اسمها مستشفى الفرفشة، وعنده مستشفى تاني في المعادي اسمها مستشفى الضحك. حيوا معايا اعز واغلى واطيب قلب صاحب ثلاث مستشفيات، بيومي فؤاد. بيومي فؤاد سافة سافة فوق. بيومي فؤاد سافة فوق. بيومي فؤاد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده منورنا. وانا بجد بجد حبيب. بشكرك بجد 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 بجد. مش عارف اقول لك ايه. ده انا اللي بشكرك على الدعوه ديت، والف مبروك، ربنا يتم بخير يا حبيبي. ربنا بصفتك راجل خبير ومتجوز وقديم تنصحهم بايه؟ لا كنت انصحهم من زمان مش دلوقتي. يعني اللي حصل حصل يعني. والله يعني اديله اشرف على فكره. طيب جدا جدا، خلي بالك يعني، فاديله اي حاجه كده بس. ربنا يتملكه بخير وخد بالك منها ان شاء الله. فاديله اي حاجه كده دخله النهارده. ربنا يتملك بخير يا حبيبي ان شاء الله كده، وخد بالك منها، والطيبين للطيبات زي ما بيتقال يعني. ان شاء الله ان شاء الله. عايزين نرجع بالذكريات ورا كده. فاكر اول مره رحت اتجوزت المدام؟ بابا قال لك ايه ولا انت؟ احكي لنا كده ايه الموضوع. كنت مرفوض من زي بالظبط يعني كلنا كنا مرفوضين. عشان كانت مراتي طالبة لسه في الكلية، وانا حبيت اروح اتقدم لها وهي لسه طالبة. كنت انا متخرج بقى لي فترة كبيرة يعني، فكانوا مرفوض عشان الوقت وعشان حاجات كتير وكانوش يعرفوني يعني. فاحنا عشان صعيدة لما بنروح نتقدم بنروح احنا، عشان لو اترفضنا نترفض احنا، ابويا ما يترفضش. فاهم قصدي؟ ايوه. اترفض انا ماشي مفيش مشكلة، لكن ابويا وامي ما يترفضوش يعني. فروحت انا اللقاء الاول. سبحان الله، ربنا لما يعني بيخلي الموضوع يتم على خير يعني. الموضوع اتقلب كلية. وراح ناديه لبنته بس فقلتها لا مبروك، وهي كانت مستنيه طبعا انه يسيب لها وحاجات كتير كده، لكن الحمد لله رب العالمين وتمت الجوازه. اشرف طلبوا منه شبكه ومش عارف ايه. انت حضرتك طلبوا منك كده؟ كلنا يعني كلنا هذا الاشرف. تفتكر ابو العروسه قال لك تجيب شبكه وتجيب ايه اللي كان عليك؟ لا والله، هو دائما وابدا بيقولوا جمله هي بتقلقنا، احنا بنشتري راجل. بتقلقنا في الاول لان بيبقى في حاجات ما بين السطور كده، مابقاش دارين بنشتري الراجل وشقه، وبنشتري الراجل وعفش، بنشتري الراجل وكذا. ربنا يتم لك على خير، انت داخل على خير وربنا سبحانه وتعالى يقف جنبك، وما تقلقش من اي حاجه. ما تقعدش بس ايه، انا بنصح اي شاب داخل على جواز لو قعد يحسبها هو عليه ايه والتكاليف ايه، مش هيتجوز خالص. كل ما ربنا يرزقك بقرشين بساط كده بتجيب بيهم حاجه، فبيتم الجواز وبتتم كل حاجه. احنا خلاص اتحولنا كلنا يعني، من اول ما جيت افكر في الموضوع دوت، عارف انت البنات بيقعدوا يجهزوه من هم صغيرين. كل ما يبقى في حاجه بيجيبوا لهم حاجه وحاجات كده عشان تتم الجوازه. احنا برضو كنا بنجوز نفسنا بكده، بنجيب ثلاجه، بنجيب بوتاجاز، بنجيب تكييف، بنجيب اي حاجه في الدنيا يعني. فانت داخل على خير، ما تقلقش من اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك وهتشوف الموضوع عامل ازاي، وهي ان شاء الله وش الخير بالنسبه لك.